عودي لمتابعة ورشة ملح مع الفيليه المحضرة الشيف شادي، فيليه اللحمة اللي كتير طيبة، لنشوف شو نقعتها. وطبعا هلا بقى نشويها سوا انا وياه وراح ساعده ورشة ملح. ما لقيت شغل بعد؟ شاب انيق المظهر للعمل في كافيتيريا. مش غلط، بساعدك. خلينا في مش انت. في بلش اتمرن معك. في عندك شغله كمان تانية. ايه. شاب او شابه من الجنسيه اللبنانيه. ايه. انت شو؟ طبعا منذ اكثر من 10 سنوات للعمل في محل خليوي. طب حط على جنب هاي الاشياء بتضحك. هلا انا بدي لقيت شغل لحالك لانه انت قريبا طاير. بدهم كمي بمحل فلافل. ايه؟ كم يعني بقشر بصل و الشغل مش عيب. شو ما كان وبكبس شادي. بكبس حمص وفول. الشغل مش عيب، ما تزعل. اوكي يعني اوكي. طلع على فرنكين. شو بدي اقول لك؟ اول شيء بسرعه قبل ما نبلش رح اجي انا نحكي عن جديد هلا عن النعه وشو طلعوا بالنعه. اكيد ما مر 24 ساعه نعه بتطوش بتعقد معموله من الفليفلي، خلينا نقول الفليفلي او الفلفل الزهري البوافر روزي اللي بنلاقيه كمان بكل. طيب انا ما فيك هلا بنقع فيه السموم، بنقع فيه السي، بس بنقع فيه اللحم بدوش. هون بيقولوا عنه اوقات سم. اوكي سم. انت سم. كيف سم؟ كيف سم بدي اعرف؟ لانه في شتله بلاقيها هلا بالحرش هيك. ممكن هيك نلاقي فيها الحب. بيقولوا هذا ما تاكلوا منه لانه بيسمم. اوكي بس هلا صرنا كمان صرنا نحن وصغار جزاف صرنا هلا بيطعمونا. ايه يعني ما بقصر فينا من زمان يعني. ايه بس غير وحده. ايه غير وحده. ايه مش متل هيدي. اوكي هلا هي زيتها هيدي حتى ما ياكل جزاك. هالنقعه بتطوش بتعقد يلي بتحتوي على كثير من الاشياء. هلا كان بنشوف الوصفه قدامنا ونحن وعم نكتب الوصفه ان كان لك يا جوزيف هون طلع لي فيهم هودي. شوف ورا هون شوف. هون هلا رح اجيبهم قدامك بدك تشتغل. اوكي تعال عندي وقف هون لما كانوا كتبوا الوصفه. تعال عندي لهون اذا بتريد. وقف هون لك شو رح نعمل. رح طلع لك انا الخلطه اللي بتعقد بتجنن تبع الارتيشوك اللي عملتها. اوكي كمان يا سلام. وهون كمان الخلطه اللي بتطوش بتعقد تبع مين؟ تبع الكرابستكس. اوكي شو رح تعمل انت بهالوقت هلا؟ لك منبلش نحن نعمل هيك. اول شيء فيك تلبس كفين بايدك. ايه بس روق انا بدك تشغلني. انا صايم على الخبز وخليني اشتغل باللحمه. انت صايم على الخبز؟ انا مش شغال على اللحمه. صايم على الخبز يعني ما فيك تشتغل بالخبز ولا ما فيك تاكل خبز. رح نعمل شغله. رح هيك ساندويتش صغيره فينا نعملها. اوكي اول شيء خلينا نشيل هالخبزات العربيات الصغار بهالطريقة الحلوة هيك. اوكي يا جوزيف. اوكي وفيك تبلش تعمل ساندويتش. هذا هو كمان الصحن هون. وليك كمان شو حلو ناخذ بعمل لك وحده بس قدامك. لا شو يعني وحده؟ ليك بدنا نعمل وحده بس هون. هون طلع هون كمان بتاخذ هالساندويتشات الحلوين بس فرغها شوي. كيف واو واو. طلع جوزيف طلع شو حلوين هول بهالطريقة هيك. ياي هون طلع هيك. شفت كيف؟ وإذا أخذت من هيدا هون كمان بناخذ كمان الأرض شوكة. أخذت هون؟ أنا أنت؟ طيب المهم فهمنا كيف رح يضل جوزيف معنا هلا هون. ننتقل أنا وياكم شوي صغيرة هون تنبلش نعمل البطاطا ورجعين لعند جوزيف. ليكو كيف هون؟ بطاطا يا شيف شعري. البطاطا صارت كمان هون جاهزة مشان نحن نصفيها. أوكي؟ بنصفيها كلها سوا وبنرجع تنعمل منها بيوريه الإيطار. واو بهالطريقة هون وهيدا كمان هون. البطاطا صارت بهالطريقة. صار بعد شوي صغيره فينا نبلش نعمل منها البيوريه. رح نحطها هون وبهالوقت نعمل حساب نحن انه بعد 24 ساعه انا شو رح اعمل هلا. رح اشوي بس 3 فيليات مش اكثر من 3 فيليات والباقي رح اتركهم بالبراد اليوم. بكره بس اجي كمان الصبح رح نعمل وصفات مختلفه بس رح كمان دخل وفرجيكم الفيليه بعد 24 ساعه شو بيصير فيها بهيدي النعم. اوكي رح نبلش. يلا يا شيف شادي هون انا عندي هون كمان صار عندي هالجريل صارت جاهزه. غرامك انت هيك غرامك تتعلم وصفات مني. غرامك مزبوط ايش شادي. كلهم سوا. لك اختار صحون تاني جيب صحن تاني من ورا. شادي تربح جميله انت على كل شغله يعني حتى على وصفه ما عم تعطيها لكل العالم. شو قضيت علي؟ يلا طيب اوكي ليكو شو رح اعمل انا هون اذا بتريدوا هيك نطلع شوي. ليكو الفيليات المنقوعين بعقدوا بجنن. ايه خليكم عن جوزيف لانه هو الشيف. خليكم عن جوزيف. يا ليكو كيف هون كمان من النقعه دغري. ها واو بدمك ما بتقدر كمان من النقعه كمان دغري 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 هيك هون طلعوا فيها بهالطريقه. كمان من النقعه دغري هيك رح ناخذ كمان هيدي الشقفه ورح نعمل تروع. واو طلع جوزيف هون. واو طلع شو بعمل.
نعطي هاللون طلع صوص. واو، هلا بقلبها دغري. ها واو دغري، حتى بس اعطيها اللون، لانه الفيليه احبائي دائما لازم تكون بقلبها روزيه او ميديوم ويل، يعني ما لازم تكون مستويه كثير. اذا بدنا نستويها كثير مش ضروري نقصها بهالسماكه هيدي، فينا نقصها اثنين ونفتحها مثل ما علمناكم كمان من زمان او قلنا لكم. واو ليكو شو حلوه. جوزيف هيدي رح اعمل لك وحده لك، معلش. ايه بس بدي اياها ويل دان. ويل دان انت؟ لكن هلا بحوش لك سفينة الجيش. اوكي خيي انه طيب، ليكو شو حلوين هلا هون، عم نعطي اللون الحلو. بهالطريقة نحن فينا نشويهم على نار خفيفة، أنا هلا خففت النار على الآخر، أوكي، بطريقة كمان إنه باردون على النار على الآخر طلعوا كيف، بطريقة إنه يستويوا كمان على مهلهم. رح نعطيهم كمان ألوان يمين وشمال. هلا شو بدنا نعمل هلا؟ رح نشوف الوصفات ورح تشوفوا الشيف شادي كيف رح يستعمل النقعة تتصير عندي صوص. بلشوا اكتبوا قدامكم الوصفات، أنا بلش أهرس البطاطات. يا اوكي جوزيف كيف الوضع عندك؟ انا عملت لك تمام. اول بلاخ خلص. واو واو واو، هيدي الارض شو كان تطلع الهواء هلا، بس بدي زين بشي، زين بشي، زين هون كمان بالهالابينو. اوكي هون توست كمان حطيته بقلبهم الكراب ستيكس، خلطة المايونيز عم يشوفوها هلا مع جبنة الجاك مونتري. اوكي وكمان ليش هالقد فلفل؟ طيب اوكي مثل ما بدك، المهم فهمنا كمان الوصفة كيف خلطنا، كيف حطينا بالفرن، كمان شغلات كتير حلوين وطيب. يلا يا شيف شادي هلا على البطاطا لهون تنبلش. انا كمان بجيب بطاطا هيك بهالطريقة، منشيلهم، طلعوا كيف هيدي هالماشين الزغرورة خلينا نقول او هاليدوية، ناخد بطاطا بنحطهم هون بالنص، طلعوا كيف بطاطات بهالطريقة هيك، ما رح نحن نعمل كتير، رح نعمل اثنين منها بس شوفوها كيف بتشيلوهم. جوزيف ليك 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 سبحان الله، واو الشطارة جوزيف ليك، حط ايدك هون تحتهم. لك كمان هون بهالطريقة، أنا بينزل عندي البطاطا بهالطريقة، شغلة يدوية حلوة للبيت، بتعقد أكيد مش للمطاعم، ببهدلونا بالمطعم بنضل ساعة نعملها، أوكي بس كمان بالبيت أو إذا شي بورسيون صغيرة بدنا نعملها بالمطعم فينا نستعمل. طلعوا كيف، رح نعمل كمان وهي تانية، واو، ورح نعمل هلا البيوريه على الطريقة التليانية، رح نقوي النار شوي صغيرة هون، وكمان طلعوا مرة تانية كمان بهالطريقة هيك، وصار عندنا بطاطا. ورح نعمل كمان مرة ثالثة. جوزيف دقتهم شوي أنت عندك؟ شو هو؟ دقتهم؟ حط شوي صغيرة بالصحن المعروف من الكراب ستيكس مع صوص المايونيز وثلاث أنواع جبنة بقلبها وحبة أرتيشوكي، ودوقهم إذا بتريد. يلا تناخذ رأي جوزيف بهذا الموضوع، بنرجع على البطاطا هون، وهيدي البطاطا عندنا فينا نعمل منها نيوكي، فينا نعمل منها كمان عجينة مشان نعمل خبز، فينا نعمل منها شو ما بدنا من دون أي مشكلة. ويلا يا شيف شادي لورق مقلي هون كمان منولعها طريقة كمان كتير حلوة. واو هون شو عم بصير؟ هي خلص جوزيف هيدي كيف تولع؟ بتعرف انت كيف؟ ايوه ولعت ولعت ولعت. يلا لقوا كيف هون، ركا بطاطا كريم فريش، وراح اروح لعند جوزيف هلا ناخذ من عنده جبنة البارميزون كمان هون، لك وينها هون بارميزون مبروشي، وراح نستعملهم مشان نعمل كمان البيوريه، زيت زيتون بهالطريقة هيك، ويا سلام يا جوزيف. يلا راح ارجع عيد بسرعة أنا أحبائي اللي ما كان معنا كمان صار معنا، شو عملت؟ جبنة البوافر روزي البهار الأحمر، طيب إذا ما لقينا بهار أحمر وين المشكلة؟ حطوا أسود، حطوا اذا بدكم الابيض، اوكي؟ ما تحطوا، حطوا جينجومبر، حطوا اللي بدكم اياه، بس انه شغله تعطينا طعمه للفيليه. جينا حطينا كمان من ال يي ما سالناك في شغله انا حطيتها انا هون هلا، اوكي؟ جوزيف رح اقول انا هلا، بدك تحذر انت شو هي، رح اعطيك الوصفه هلا. هون خذ هون هيدي الوصفه قدامك جوزيف، وين رحت؟ هون مسك الوصفه هلا بايدك هون، ايه. طلع علي، انا رح اقرا هلا بس انت شوف شو انا حطيت ومش موجود بالوصفه. اوكي؟ اوكي يلا خل أوكي. عصير حامض، اوكي؟ ايه. وورشستر شاير صوص، ايه. صويا، خردل، بقدونس، ثوم، حامض الحصرم،
حامض الحصروم. حامض الحصروم. اها اها. لكن نحن هون شاير صوص مش كاتبها هون. اوكي مش كاتبينها، بس هيدي كمان كان تاتش كمان كثير حلوه. ليكو الفريات كمان شو حلوين. ليكو جوزيف كيف الوضع؟ ايه طلع لي هون هيك هيك. أوف. كمان مشان نعطيهم هالجمال هيدا كله هلا. ها طلعوا كيف فينا ننيمهم هيك، نبرمهم بهالطريقه مشان نعطيهم. واو حلوين. وهلا بقول لكم شو بدنا نعمل كمان بالصوص تبعي بسرعه. كمان روكا، وعم نعمل البيوريه الايطالي. زيت زيتون، روكا. طلع جوزيف هي كثير حلوه، في كمان بالبيت عندك؟ ايه طلع روكا. خذ خذ شوي. شو مأزي روكا بقلب كمان الصحن بهالطريقه. من بعد الروكا بنحط عليها شوي صغيره من الكريم فريش. صار عندنا روكا وكريم فريش، بنحط عليها من جبنة البارميزون. روكا وكريم فريش وبارميزون بقلبها. وهلا كمان بنسقط البطاطا اللي عملناهم، وهلا خليهم مع بعضهم مع شوي صغيرة يا شيف شادي من البهار الأسود. كمان عندي شوي صغيرة من الملح يا جوزيف. هي خلصت. واو ابو الزوز برافو عليك. يلا لك هون كمان عندنا الفيليات، ولك هون كمان الفيليات بيطلعوا عنا بجننوا. وهلا الشيف شادي هون طلعوا الفيليات شو حلوين. وليكوا شو رح نعمل هلا بالنقعه اللي نحن ناقعين فيها حتى بعد 24 ساعه. طلع جوزيف. اوه جوزيف ما تعطى الهام. هيدا كله اللي هلا هالفابور اللي عم يطلع وهالبخار اللي عم يطلع عم يطلع معه الطعمات الخل الموجوده. اوكي هول اللي باقيين هلا شو رح اعمل فيهم؟ رح خليهم لبكره الفيليات. واجي انا هون. واو بتعت تعال قرب 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 شم الروائح. كيف؟ أول شوي؟ أي هلا لي؟ أي هلا لك؟ هيدي هون بس هلا أكيد ما بتكون صارت نحن ميديوم ويل أو ويل دان. بعدها شوي صغيرة روزي بقلبها. بدها وقت أو لازم نحطها بالفرن أو كنا لازم نعرف قبل مشان شو؟ مشان كنا نقطعها هيك بالنص ونفتح لك إياها. بس حلوة الجبنة تحط عليها جبنة اللحمة. هلا بنحط عليها. لك لك أول شي عم بعمل أنا البيوريه إذا بتريد على الطريقة كمان الإيطالية. وهون هلا عندي كمان شقفة من الزبدة. واو ليك جوزيف هون رح شيل انا هيدي هيك، رح اخذ شقفة من الزبدة هون رح احطها، ورح احط كمان شوي صغيرة. مبسوط انت معي؟ زيت زيتون. وهون طلع هيدا البيوريه. شو هيدا؟ بيوريه ايطالي. برجع بعيد، زيت زيتون، روكا، بارميزون حطينا بقلبها، كريم فريش، زبده، وبطاطا، بهار، ملح. وهلا بنعلي لهم كمان النار. واو هالريحه يا حطيت ملح؟ واو شوي صغير. ايه هون حطينا ملح، وهون كمان فوق الفريت حطينا ملح هلا لانه صرنا نقدم بعد شوي. واو تعقد. باي صحن بدك تقدم؟ جيب لك صحن ولا كم شغله بنكون تعلمنا هلا؟ عملك شوي كم شغله؟ الارض شوكي، كراب، الكريمه مع الكراب، والفيلي مع النقعه، وكيف نشوي الفيلي، وكيف نعطي اللون الحلو، الصوص. البطاطا كمان كيف كمان بنهرسهم سلقناهم ورجعنا حطيناها عملناها مع زيت الزيتون والروكا. يعني تصور الحلقه قديش كانت غنيه. ايه مش هيك؟ عن جد كثير كثير اشياء. طلع هون لك لا انت منيح بهالقصص يعني اوقات بتطلع والله شطور بهالقصص. ميرسي كثير جوزيف يعطيك العافيه. الحمد لله في شيء بالحياه شاطر فيه. كثر خير الله. ليك شو حلوين. هلا بس بدك تجيب كمان ملعقه. معلش معلش خليك لا 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 تقدر تجيب ملعقه. دق لنا اذا بتريد هونيك. شو جبت؟ هيك هون البيوريه. اوكي ملح بده ملح ولا كيف؟ ملح ملح. يلا هون. واو بهالطريقة هيك. وصار عندنا نحن هون احترقت. فيك تدوق بعد شوي جوزيف خلص. لك هون شو حلوين. اوكي لكن نحن هون بس بدي افرجي هلا كمان اعزائنا المشاهدين. لك هون الفيليه. في ناس كثير المشاهدين انه اذا ما لحقوا يتابعوا وصفتك او اي حلقه اي فقره بعالم الصباح فينوا يتابعوا على فيوتشر تي في نتورك دوت كوم. والله وين؟ عم قول وين؟
كيف يعني؟ اونلاين فيوتشر تي في نتورك. اونلاين يعني الانترنت. ايه بنفوت بنكتب شو؟ فيوتشر تي في www.futuretvnetwork.com. نتورك كلها نتورك كلها سوا؟ بعطيك اياها بالملعقة يعني ولا؟ معك بزنس كارد؟ يلا اوكي بصراحة فائقة هون. ليكو البيوري كيف بتصير؟ شفتها جوزيف؟ ليك شو حلوة؟ بتصير البيوري بهالطريقة. أيه. وهلا عنا ورا وين الجبنه اللي عم تحكي عنك انت يا جوزيف قبل بشوي؟ انا بفضل علي البارميزان. لا لك هون لجوزيف طلع كيف هون. ايه بس انا قطعتي بعدين بحطها خلي يروق. هيدي هون طلعوا البوري كيف هون واقفه هيك معنا بهالطريقه هيك. أوكي. وعنا كمان هون نحن هل هي الي هل هي لك؟ ايه يلا.